صباح الخير على الجميع في فيديو جديد النهاردة من قناة اروح فين منين التومي مابس. معاكم احمد التومي. ده تكملة جماعة، الفيديو ده للتكملة اللي احنا قفلناه على 20 دقيقة كان بتاع من كوبري محرم بيه لفندق 26 يوليو او لمنطقة سان ستيفن. احنا كنا لسه جنب 26 يوليو، كنا لسه معديينه. احنا كده خلصنا منطقة، يعني المنطقة اللي كنا فيها دي منطقة سان ستيفن، وداخلين دلوقتي على منطقة لوران. في ابو شقرة على اليمين اهو، الشارع اللي بعد ابو شقرة ده اسمه شارع شعراوي، ده شارع رئيسي في منطقة لوران، بيطلعك على ايه، على يمته كي اف سي وكيمان، بيطلعك الشارع ده على شارع ابو قير وبيقطع طريق الترام. تمام. بعديه بحاجة بسيطة في شارع شركة سومت للبترول، بعد كده في الارض الفاضيه دي، بعديها كلاسيك الحلواني. هيقابلنا شارع الليبال دلوقتي في اللي جاي ايه كمان بضعه امتار، ده الطريق المعاكس لو انت جاي من شارع ابو قيره او من الترام وعايز تطلع على البحر عكس شعراوي، يعني شعراوي داخل الليبال خارج. الليبال على امته حليب حلب والابوار وابو فارس وعده بقى انشطه تجاريه وكافيهات ومطاعم. وبعديه على طول فندق المحروسة لضربات القوات المسلحة، ليه مكان على البحر اسمه ذا بريدج، وفاتح جواه طبعا بقى سوري وحاجات ومطاعم كتير بقى وكافيهات كتير قوي ونول وكذا حاجة. وبعد كده في سي اي بي وفي مكان اي تي ام وفي نفق مشاة. كده احنا كده داخلين على منطقة السرايا، في نفق مشاة هيعديك الناحية التانية، لو دخلت يمين من هنا هتخش على محطة ترام سيدي بشر. ادوار سايكل على يمنا اهو بيبيع عجل وبيبيع موتوسيكلات وكلام من ده، من الناس القديمة اوي في اسكندرية. وده شاطئ السرايا اللي على الشمال ده، بس بيعملوا فيه رفع كفاءة. بعد كده اتش اس بي سي على اليمين، كريدي اجريكول بعد منه، بعد كده في توكيل بيجو، بعد كده البنك الاهلي الكويتي مصر. واي شارع من الشوارع اليمين اللي عليها سهم دخول ده يدخلك على شارع خالد بن وليد، بدايه شارع خالد بن وليد. شارع خالد بن وليد طويل عامل زي شارع بورسعيد كده، ماسك من سيدي بشر الترام لحد منطقه ميامي، موازي لطريق الكورنيش يا جماعه. دي مدرسه طفوله السعيده، بعد كده بقت اسمها مدرسه شهيد كريم احمد طه رحمه الله عليه. بعد كده هيقابلك شارع رئيسي اهو جاي على اليمين، ده اللي احنا هنخش فيه، ده اسمه شارع محمد نجيب. كان في كباين هنا بتطل على البحر مباشرة، بس الكلام ده خمسينات وستينات وسبعينات وكلام من ده، اللي كان بيمثل فيها بعض بيمثلوا فيها بعض الافلام بقى، الافلام بتاعت حسن يوسف والافلام القديمة دي. ده شارع خالد موليد اللي انا قلت لكم، اي يمين تاخده تخش خالد موليد. محمد نجيب ممتد لحد السكه الحديد. تمام. احنا كده خدنا شمال من شارع البتباشي العيساوي، لو عايز تكمل في خالد موليد خد شمال تاني في يمين، تبقى انت كده ايه، تبقى انت كده في قلب ايه، في قلب خالد موليد. هنا في مقابر قدام شوية على الشمال رحمة الله على من فيها، والدي مدفون فيها رحمة الله عليه وعلى كل أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، اسمها مقابر سيدي بشر. فعشان كده احنا شفنا جنازة هي ايه معدية
رايحين يدفنوا في مقابر سيدي بيه. ده شارع البكباشي العيساوي، وجنب المقابر دي في مقابر أثرية بتاعة الجنود الأتراك. على اليمين حلواني خالد، بعديه المودة للسياحة، كانت كلاسينا للسياحة زمان، صاحبها والناس القائمين عليها ناس محترمة. البكباشي العيساوي بقى زي ما انتم شايفين مليء بالأنشطة التجارية. كان في أبو صلاح هنا بتاع السبيد والجمبري بعد المودة للسياحة على طول. بعد كده برنيس حلواني. أبو صلاح ده السبيد والجمبري بيعمل سندوتشات كده بس حاجته جامدة يعني. وفي شاهد الشام بتاع شاورما سوري على الشمال برضه حاجته كويسه. وادي المقابر اهي لو شايفينها في الفيديو على الشمال يا جماعه. المقابر الاولانيه بتاعه الاتراك، بعد كده مقابر المسلمين اهي اللي على الشمال دي. والمبنى الاصفر اللي على اليمين دي شركه الكهرباء، من الاماكن المشهوره هنا يعني لو جاي الناحيه دي تقول له مثلا عايز اروح عند شركه الكهرباء، من الحاجات المشهوره. وده شارع مسجد سيدي بشر، لو خدت شمال يطلعك على الكورنيش. اليمين بقى ماشي اتجاهين، انما الشمال اتجاه واحد، يعني ما ينفعش تخش من على الكورنيش شارع مسجد سيدي بشر، لازم تخش من محمد نجيب على عيساوي على مسجد سيدي بشر. شركه الكهرباء لسه ممتده على ايدينا اليمين. شارع مسجد سيدي بشر ده في اخره محطة قطارات سيدي بشر، وفي اخره حي المنتزه. احنا زي ما كنا قلنا في الفيديو اللي قبل كده، احنا رايحين شارع جمال عبد الناصر منطقة ميامي، بس لقينا الفيديو هيطول وقلنا ايه، قلنا نقسم الفيديو ايه، نقسم الفيديو على اتنين. اللي هياخد يمين من هنا ده شارع جمال عبد الناصر اتجاه محمد نجيب وفيكتوريا والليبال وطريق الحريه عموما. ودي شركه الميه هي على ايدينا اليمين برضو، اللي مختصه بايه، بمنطقه ايه، بمنطقه سيدي بشر والمنتزه. هنعمل يوتيرن من هنا كده يا جماعه. لكننا راجعين على الكورنيش تاني، تمام. هيقابلنا الحته اللي قلنا لو دخلت يمين تخش على عبد الناصر، هنخش بقى احنا يمين برضه على عبد الناصر بس في الاتجاه المعاكس. اتجاه ايه بقى؟ اتجاه مستشفى جيهان ودوران جيهان ومنطقه ميامي والاكاديميه العربيه للنقل البحر، العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. ده كده انت في شارع جمال عبد الناصر اللي هو امتداد شارع ابو قير. شارع ابو قير بينقسم لثلاث اسماء، تمام. شارع جمال عبد الناصر، بعد كده طريق الحريه اللي هو شارع ابو قير، بعد كده شارع فؤاد. كل ده يعني ايه، مستقيم. يعني انت لو بدات من المنظره اللي هو بدايه جمال عبد الناصر، هتخلص جمال عبد الناصر تخش شارع ابو قير اللي هو طريق الحريه في نفس الاتجاه، انت ولا يمين ولا شمال. يخلص معاك شارع ابو قير عند باب شرق وساعة الزهور، تخش شارع فؤاد اللي هو اقدم شارع في اسكندرية في العالم عموما، بناه الاسكندر الاكبر او حط حجر الاساس ليه الاسكندر الاكبر. نبقى مرة نعمل فيديو عليه. وزي ما حضراتكم شايفين بقى الكثير والكثير من الانشطة التجارية
يمين وشمال مطاعم وجزارين وبتوع ادوات منزليه وبتوع ادوات صحيه وبتوع موبايلات وكوتونيل اهو على اليمين وصيدليه جنب منه. بقينا الشوارع كحتين الاسفلت بس عشان هيعملوا اسفلت جديد، بس بقالهم مده يعني. وادي المبنى اللي على الشمال اللي معمول بالازاز ده، ده بتاع ده مستشفى جيهان تابع لوزاره الصحه وليس التامين الصحي. وبعديها على طول في دوران، دوران جيهان ممكن تعمل منه يوترن وترجع او تخش يمين شارع خليل حماده على السكه الحديد، او لو دخلت شمال هتخش عند كنيسه القديسين. فاكرين الكنيسه اللي حصل فيها الانفجار من حوالي مش فاكر 15 سنه ولا حاجه او اكتر شويه؟ هي في الشارع اللي جاي على الشمال دي كنيسه وفي وشها جامع مباشر. ده دوران جيهان اهو يا جماعه، يمين شارع خليل حماده يطلعك زي ما قلنا على السكه الحديد، شمال برضه امتداد شارع خليل حماده يطلعك على الكورنيش. تقطع بيه العيسى وخالد بن وليد والكورنيش، وفي اوله في الكنيسه والجامع اللي تم ذكرهم قبل كده. وهنا بقى محلات الملابس والموبيليا والحاجات دي كتير قوي والموبايلات، بس الملابس هي اللي واخده الكثافه الاكبر في الوصله اللي هي ما بين جيهان وما بين الاكاديميه، لان دلوقتي هتجينا على يمنا الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. حلواني كلاسيك هيبقى على ايدينا اليمين اهو، باين اهو في الفيديو من الحلوانيه المشهورين يعني حاجتهم كويسه. والناصيه اللي بعديها على طول شاهد الملكه، شاهد الملكه برضه حلواني وليه فروع كتير، بس اقل من كلاسيك حاجة بسيطة قوي يعني، بس برضو حاجته كويسة وجيدة جدا. وكيو ام بي فاتح على الناصية اللي بعده مباشرة. وبكده الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا باينة اهي بعد العمارة الطويلة اللي قدام دي، في مبنى قصير كده، هي دي الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. وبكده يبقى وصلنا منطقة ميامي جمال عبد الناصر. ميامي فيها جمال عبد الناصر وفيها الكورنيش وفيها خالد بن وليد. تمام، اللي عجبه الفيديو استأذنه الاشتراك في القناة ويدوس لايك، اللي ما عجبوش الفيديو استأذنه يكتب لي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه. واتمنى اشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. مع السلامة.